الرقص والتيك توك شقيقة أشرف حكيمي تثير الجدل من جديد. خاضت مؤخرا وداد حكيمي الشقيقة الصغرى للدوري المغربي ولاعب فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي تجربة صناعة المحتوى من خلال موقع يوتيوب وأيضا نشر فيديوهات على التيك توك، وتلقت وداد طلب زواج من أحد متابعيها وذلك عبر تعليق على صورتها قد نشرتها وتجمعها مع أخيها أشرف حكيمي. واستطاعت شقيقة الدولي المغربي أن تحظى في وقت وجيز بعدد كبير من المتابعين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، واختارت وداد حكيمي أن تقدم محتوى قناتها بالدارجة المغربية وبذل مجهود أكبر وتحدي صعوبات النطق وغيرها، على اعتبار أنها تقيم منذ سنوات بإسبانيا رفقة عائلتها. ويشار إلى أن وداد حكيمي طالبة جامعية تطمح بأن تصبح محامية في المستقبل، وقد اختارت بجانب ذلك خوض تجربة صناعة المحتوى. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.